طبعا من حقه يعني، ودي دايما هم عايزين يكسبوا. اتعودنا من التصريحات الناريه دي من كل الفرق اللي بتواجه النادي الاهلي. لكن مديما مع الاحترام الشديد ليه، يعني فريق بعيد صحيح، حصل على 4 نقاط، و4 نقاط مهمه من فريق كبير زي الشباب بوليسداد، من تعادل مع يانج افريكانز. لكن اعتقد ان مستوياته في الفتره الاخيره اسلام بعيده شويه، يعني هو في الترتيب الثامن في الجدول المسابقه في الدوري الغاني. اعتقد انه في اخر 5 او 6 لقاءات ما قدرش يفوز في ولا لقاء، تعادلين اعتقد وخسر 3 تعادلات وخسارتين في الفتره الاخيره في ال5 6 مباريات الاخيره. وبالتالي يعني الفريق حتى على مستوى اللاعبين، اعتقد ان في من اهم الجونسون ولاعب اخر مش متذكر اسمه، لكن اعتقد دول من اهم اللاعبين في ميديما، رحلوا في قبل مباراه النادي الاهلي في الانتقالات الشتويه. وبالتالي ميديما اعتقد انه بعيد شويه عن مستوياته في الفتره الاخيره. لكن خلينا نتكلم عن النادي الاهلي. النادي الاهلي كمان عنده غيابات كتيره جدا وغيابات مهمه، لكن الحقيقي في بداية هذا الموسم والتعاقدات الكبيرة اللي عملها النادي الأهلي وحتى في الانتقالات الشتوية بالتدعيم الفريق، أعتقد إن ماجد النادي الأهلي ومستر كولر قدروا يعملوا سكواد مهم جدا للنادي الأهلي، يحسسك أو يخليك بتشعر بالاطمئنان حتى مع هذه الغيابات الكبيرة جدا. لو عدينا النهاردة اسلام كم اللاعبين اللي غايبين من النادي الاهلي، هتحس ان في فرقه كامله، والفرقه اعتقد انهم فريق كامل يعني، ممكن تقريبا بالمراكز تقريبا فريق كامل. وبالتالي انت يعني ما بتشعرش بالقلق الشديد رغم الغيابات المهمه. بتتكلم في بعض اللاعبين الاساسيين في النادي الاهلي، في يعني اعتقد 7 او 8 لاعبين من ال10 لاعبين الغائبين من اللاعبين الاساسيين للنادي الاهلي. لكن الحمد لله سكواد النادي الاهلي قوي، سكواد النادي الاهلي يقدر يخوض اي مباراه في الفترة الحالية باطمئنان، ما انتش خايف، مش قلقان. صحيح مباراة صعبة لأن ميديام عنده أمل لسه، صحيح ظروف المباراة وأجواءها كمان، لأن الرطوبة ودرجة الحرارة عالية شوية، أعتقد كمان أرضية الملعب غير جيدة، وبالتالي كلها ظروف صعبة هيلعب فيها النادي الأهلي. لكن أنا شايف النادي الأهلي يقدر يخوض المباراة زي ما لعبنا هنا، إنك تضغط ضغط عالي من البداية على فريق ميديما، خوف شديد جدا جدا من لاعبي ميديما، واحترام شديد للنادي الأهلي صحيح، لكن في حالة رعب تشعر فيها من لاعبي ميديما من النادي الأهلي ومن لاعبيه. مش بتكلم على التاريخ، ولكن بتكلم على النادي الأهلي في حالته الطبيعية الفترة دي، لا في خوف شديد جدا جدا من فريق ميديما، رغم التحفز الكبير جدا من رئيس النادي ومن اللاعبين. لكن أنا أعتقد بقول النادي الأهلي قادر على إنه يضغط بشكل كبير. أنا من بقول البداية المباراة بدأت من صحيح. من وقت التصريحات، ودي كنا بنشوفها لما كنا بنلعب، إنه صحيح يعني بيجي رئيس نادي أو مدير فني يقول تصريحات. هو طبعا فريقه طبيعي جدا لما يجي نتكلم عن الفارق ما بين الفني، حتى ما بين ميديما وما بين النادي الاهلي، انت طبعا وصفته تحديدا بان هو هناك فارق كبير جدا طبعا ما بين الناديين، ولكن طبعا الملعب بيبقى الامر مختلف. ولكن انا كرئيس نادي حابب ان انا اضغط على النادي الاهلي، اضغط على صحافه النادي الاهلي، اضغط على اعلام النادي الاهلي، وبالتالي انا بقول وبقول للاعيبتي برضو ان انا لو كسبته هديكم 100,000 كذا صحيح العملة بتاعتهم، فبديهم 10 أضعاف اللي بياخدوه، إن أنا هكسب نادي القرن، النادي الأفضل. وبالتالي ده أعتقد إن من هنا بدأت المباراة، أو من التوقيت اللي قال فيه موسى بركر التصريحات، رئيس النادي التصريحات، هنا بدأت المباراة. التصريحات دي بتحسسني قد إيه هم خايفين، قد إيه هم مرعوبين من النادي الأهلي. إحنا بناخدها بالعكس ده. أنا يعني يعني دايماً بتشوف إنه يعني هي حالات كده إنسانية، إنه بيحاول إنه يعني يخرج او يخرج لعيبته من الخوف او الذعر ده من فريق زي النادي الاهلي، انه صحيح بيقول ان فريق قوي او يقدر يفوز على النادي الاهلي ويقدر يتخطى العقبه دي. لا، انا شايف ان دي حاله خوف شديده جدا جدا، ولابد النادي الاهلي يستغلها بشكل كبير. خلي بالك فريق ميديما يعني قدر يفوز على شباب بلوزداد صحيح، وقدر يتعادل مع يانج افريكانز، لكن خسر النادي الاهلي هنا 3-0، كان ممكن النتيجه تتضاعف ويمكن كمان توصل لسبعة 7 8 اهداف في المباراه اللي هنا، يعني كان في سيطره كبيره جدا من النادي الاهلي. لكن الاجواء هناك هي اللي صعبه، يعني لما اتكلمنا على المباراه ظروفها، طقس، درجه حراره، رطوبه، كمان ارضيه الملعب سيئه بشكل كبير، وبالتالي يعني هي ظروف سيئه. لكن اعتقد النادي الاهلي لو قدر يضغط من البدايه، وانا اعتقد بشكل كبير ان مستر كولر هيعمل كده، انه رغم الغيابات الشديده دي، لكن الضغط على فريق
بحجم وقيمه او يعني مع احترامنا الشديد ليهم، لكن فريق ضعيف فنيا ويمكن بدنيا شويه واقفين على رجليهم، لان هم اعتقد الشباب شويه او معدل الاعمار صغير، لكن تقدر تضغط عليهم بشكل كبير فنيا في كل المساحات، تقدر تخلص المباراه من بدري، ويمكن ده هيودينا شويه للتشكيل اللي يقدر يبدا بيه المباراه. لكن اعتقد بشكل كبير مسا كوره هيلعب بالطريقه دي، طريقه هجوميه والضغط العالي من البدايه عشان تقدر تخلص المباراه بدري، عشان ما تلجاش في او في نهايه المباراه تبقى مش عارف تعمل ايه نتيجه الدرجات الحراره ونتيجه سوء ارضيه الملعب الرطوبه. لما تخلص المباراه بدري تقدر تلعب بطريقه مرتاحه بعد كده.